تعقيب لو سمحت لي الجنرال دومينيك عليها، أنه كل ما يحدث لفرنسا الآن من تقهقرها على مستوى أفريقيا وتراجعها في مراكز نفوذها التاريخية إن صح التعبير، هو نتاج طبيعي لسياساتها، لماضيها، لتاريخها، فيما فعلته في دول المنطقة وشعوبها، وفقا ليس فقط أستاذ إبراهيم الذي تحدث عن هذا، ولكن هذا هو المزاج العام لدى هذه الدول. حسنا، بالنسبة لباقي الملاحظين لا أعرف بشأنهم، لكن بالنسبة للسيد إبراهيم ما قاله غير دقيق، لأنه إذا كانت فرنسا وراء كل الشرور في إفريقيا إذا افرحوا الآن وتذكروا أن الدول التي كانت مستعمرات فرنسية هي مستقلة منذ 60 عاما، وبالتالي بعد 60 عاما وبعد الاستقلال هذه المشكلات السبب فيها هم الأفارقة، ولم نذهب نحن كفرنسيين إلا عندما طلبنا من هذه الحكومات، لا في الكاميرون ولا في التوغو ذهبنا عنوة. وبالنسبة للانقلاب الذي حدث في الجابون، الانقلابيون أنفسهم طلبوا من فرنسا أن تبقى، شيء نفسه أن تبقوا على السنغال وجيبوتي ودول أخرى. من السهل أن نقول أشياء كهذه ومزاعم والدعاءات التي قالها إبراهيم، وإذا قلتم إن هناك جرائم حسناً فإن هناك المحكمة الجنائية الدولية، وإذا أرادت أن تتابع هذه الجرائم فيمكنها ذلك، وإلى الآن لم أرى أي متابعة قضائية من هذه المحكمة الجنائية الدولية. كل هذه المزاعم أمام هذه الكاميرا من قبل شخص ليس لديه أي أدلة هي مجرد مزاعم عري عن الصحة وتحقيرية، هذا كل ما لدي. سأثبت ذلك. تفضل أستاذ. الجرائم التي حصلت، المجزرة الشريعة التي حصلت في رواندا، أليس هناك أدلة على تلك؟ الجرائم التي قادتها فرنسا في حرب الأهلية في رواندا في أفريقيا الوسطى 2011، ما سلحت وبجماعات أنتي بلكة وسلكة ورسم أدارها وقتلت فيها المئات الألوف وتشردت فيها، هناك في تشاد في وطني هناك 400 عالم في مجزرة كوبكوب في مدينة أبشة، 400 عالم ذبحوا قبل المجرمين السلاح الفرنسي بالمجازر. ما ارتكبت فرنسا في الجزائر من قتل الابرياء وتروعهم، وكل هذه ليست ادله. فرنسا من قامت بقتل وقصف الابرياء في مالي، في مالي وفي النيجر. طيب استاذ ابراهيم، وضحت هذه النماذج، هذه النماذج لتشير اليها فقط لاعود لي. اين هي الادله؟ يقول السيد جنرال ترانكون، يقول أين هي الأدلة؟ أنه سيشارس على ما يبدو أنه غادر، قرر أن يغادر والانسحاب من هذا الحوار عموما، يعني للأسف، لأنه نحن نريد عرض وجهات النظر بمختلف هذه الوجهات بطبيعة الحال.